السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. تم نقل حسني عبد ربه لاعب نادي الإسماعيلي منتخب مصر السابق إلى أحد المستشفيات بالأسماعيلية نتيجة الضغوط اللي وضع بسببها يعني طرده من النادي، وإزاي لاعب كان بيلعب وعمره كله في هذا المكان لما يجي يدخل يتعامل بهذه المعاملة، وكان باين أو واضح إن هو متأثر من خلال الفيديوهات اللي بثها على صفحته على فيسبوك من هذا التصرف. الموضوع يعني كبر وتطور زي ما قلت لحضراتكم ان المدير امن النادي طلع بيان على صفحته ويكتب ان هو دخل عنوه بالعافية وبشكل لا يليق، وحسن عبد ربه يرد، وفي النهاية ارتفع ضغط حسني عبد ربه ودخل او فقد الوعي وتم نقله الى احد المستشفيات. احد اصدقاء حسني عبد ربه المقربين واسمه محمد مجدي على صفحته الشخصيه بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كلم وقال نتيجه الضغط العصبي اللي تعرض ليه اليوم اخي وصديقي حسني عبد ربه يتلقى العلاج الان بمستشفى الجامعي التخصصي بعدما عانى من ارتفاع شديد بالضغط ادى الى فقد الوعي، ارجوكم او ارجو الدعاء له بالشفاء. ربنا يشفي حسني عبد ربه ويشفي كل مريض، وصوره وهو نايم في المستشفى منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني اعتقد ان مثل هذه الصور ممكن تثير غضب جماهير الاسماعيلية اكثر واكثر تجاه ابراهيم عثمان رئيس مجلس اداره نادي الاسماعيلي. وانا لو مكان ابراهيم عثمان علشان اهدد اخد بوكي ورد واطلع اروح ازور الكابتن حسني عبد ربه علشان الجمهور يهدى والدنيا تهدى وان شاء الله النادي الاسماعيلي الامور ترجع افضل مما كانت. نادي الاسماعيلي فريق قوي، الضلع الثالث لمثلث الكره المصريه، مش قطب ولا قطبين ولا لا، اسماعيلي من الفرق اللي بتلعب كره حلوه وكره ممتعه. يعني بالنسبه للنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، طال انتظار جماهير النادي الاهلي لرؤيه الكابتن مصطفى عبده وبرنامج المجري. جماهير النادي الاهلي كانت متشوقه لرؤيه برنامج الكابتن مصطفى عبده. طبعا حصل مشاكل الفتره اللي فاتت وحالة من غضب جماهير النادي الأهلي من قناة النادي الأهلي بعد ما تم تسريب خبر إن كابتن مصطفى عبده هيعمل حوار مع حسام حسن، وانقسمت بعض جماهير النادي الأهلي ما بين المؤيد لوجود حسام حسن على قناة النادي الأهلي وما بين المعارض بشدة، وهم الأكثرية أو الأغلبية من جماهير النادي الأهلي لوجود حسام حسن في القناة. وفيما بعد حسام حسن عمل مداخلات وقال ان بالفعل الكابتن مصطفى عبده كلمه وقال ان هو مقل ما بيحبش يظهر، لكن بما ان الكابتن مصطفى عبده اسمه تاريخ وعلامه كبيره في تاريخ النادي الاهلي والكره المصريه ويعتبر من جيل اللي سابق ليه يعني كابتنه، فقال ما فيش اي مشكله يعمل. لكن في النهايه تم التراجع عن الحلقه، وكان من ضمن برضو الحلقات اللي هيعملها الكابتن مصطفى عبده لقاء مع طاهر ابو زيد. واحنا عارفين حساسية جماهير النادي الاهلي من حسام حسن بسبب انتقاله للزمالك، وبعد مش قصة انتقاله، ما فعله بعد ذلك مع جماهير النادي الاهلي وطاهر ابو زيد والتحديات وتحدي مجلس ادارة النادي الاهلي سواء حسن حمدي وبند الثمان سنوات، واحنا كلنا عارفين العلاقة الغير جيدة بينه وبين الكابتن محمود الخطيب يعني. لكن تم تصوير برنامج الكابتن او البرومو الخاص بالكابتن مصطفى عبده وبرنامج المجري، يعني البرومو تم تصويره على احد مسارح القاهره، وهيتم او البرنامج هيبث من خارج استوديو قناه النادي الاهلي. يا ترى يا هل ترى مين هيكون ضيف اولى حلقات الكابتن مصطفى عبده؟ والحلقه المجري هتبقى حلقه اسبوعيا. وبالنسبه
ليه اسلام الشاطر؟ اسلام الشاطر خلاص اقترب من عوده لقناه النادي الاهلي ببرنامج الحصاد، هيبث يومان في الاسبوع قابل للزياده، البرنامج هيتم بثه يومين في الاسبوع. هل ممكن نشوفه جمعه وسبت مثلا يوم اجازه يومين الاجازه الخاصه بالبرنامج الاهلي او البيت الكبير اللي بيقدمه هاني رمزي وسهام صالح؟ ده اللي هنشوف خلال الفتره المقبله، وهنعلن حضراتكم اولا باول عن مواعيد البرنامج في حال علمنا بالمواعيد. واعتقد مش محتاجين احنا قناه النادي الاهلي هتعلن، اوعى تسيب قناه النادي الاهلي، خليك مركز مع قناه النادي الاهلي. بالنسبه لمحمد فاروق، كان مستضيف شادي محمد النهارده في برنامج اللي بيقدمه محمد فاروق. شادي محمد اتكلم كلام جيد جدا، يعني من ضمن الكلام ان ازاي تم، شفنا في فتره من الفترات كان في هجوم من شادي محمد على الكابتن احمد شوبير بطريقه غير لائقه ولا تليق باثنين من كباتن النادي الاهلي. سال عن ازاي اتصالحت مع الكابتن احمد شوبير، قال ما فيش اي شيء، اتلقيت مكالمه من الكابتن احمد شوبير عايزك في رمضان في برنامج بكر واعترف، وافقت ورحت، والراجل اول ما سلم عليا قال لي انسى اللي فات وكل شيء انتهى وكل شيء خلاص، يعني ما نتكلمش فيه وما نقفش عنده كتير يعني. وقال ان انا لما يعني قبل حسيت ان انا في مواضيع ما كانش لازم اقف عندها، وفي الاول في الاخر احنا بنقدم صوره لكباتن النادي الاهلي ولازم يبقى عندنا يعني صب، ما ينفعش نطلع نهاجم بطريقه غير جيده يعني. ولما سئل بخصوص ماذا لو جاله عرض انه يقدم برنامج على قناه نادي الزمالك، قال لك مش هينفع، يعني ازاي انا اكون موجود على قناه نادي الزمالك واعرض مثلا، يعتبر زي قصف جبهه كده، وازاي مثلا موجود على قناه نادي الزمالك واعرض مثلا ماتش 6-1 يعني، وال11 سنه النادي الاهلي فاز فيها على الزمالك والفوز المتتالي، يعني ازاي الجمهور هيقبل كده؟ لو الجمهور هيقبل مفيش مشكله يعني، لكن ما اعتقدش ان الجمهور هيقبل يا اخ شادي. بالنسبة لجماهير نادي شتوتغارت الألماني، بيفكروا يضموا ليونيل ميسي على طريقتهم، كل الجمهور كل واحد بيفكر بطريقته، الجمهور عاطفي ومهم يعني. عملوا حملة على موقع جوفاوند جمهور شتوتغارت علشان يجمعوا 900 مليون يورو علشان يتعاقدوا مع ليونيل ميسي يعني، ويدفعوا الراتب الخاص بيه. ليونيل ميسي في مشاكل بينه وبين برشلونه وكومان وسواريز، يعني جايين بيقضوا على كل شيء يعني على اللعيبه يعني، وهم احرار في النهايه، عندهم مشروع عاوزين يجددوا دماء الفريق. وميسي طلب مغادره نادي برشلونه، الليجا الاسبانيه او رابطه الليجا قالت لا، عليه شرط جزائي 700 مليون يورو يدفعه ويروح مكان ما هو عايز. كلام كتير على ان في انديه كثيره طالبه خدمات ليونيل ميسي، منها مانشستر سيتي واللي بيدربه بيب جوارديولا، وقال لك هيروح 3 سنين في مانشستر سيتي بمبلغ معين، ثم ينتقل سنتين في الدوري الامريكي، محصله ما سيحصل عليه ليونيل ميسي مبلغ وقدره في الخمس سنوات 750 مليون يورو، مبلغ ضخم يعني. الواحد لو يعني الحمد لله ان احنا بنعرف ننطقه يعني. المهم جماهير شتوتغارت اتفقوا انه يعني يلموا المبلغ، وقال لك في حال ان هم ما يقدروش يحصلوا على المبلغ، في الفلوس اللي جمعوها هيتم التبرع بها لاحد المنظمات الخيريه اللي بتعمل على ضمان وصول مياه الشرب النظيفه في جميع انحاء العالم. ناس بتفكر والله يا اخي، الناس بتعمل خير، احنا عايزين نستمتع ونجيب ميسي، ميسي ما جاش يبقى هنستمتع وناخد حسنات. حسن مصطفى كان موجود زي ما قلت حضراتكم مع سيف زاهر لاعب النادي الاهلي السابق، هو اساسا من ناشئين النادي الاهلي، راح لعب في الاتحاد حسن مصطفى، وبعد كده النادي الاهلي جابه واستمر فتره مانويل جوزيه، وبعد كده مش من النادي الاهلي راح لنادي الزمالك، في احدى مباريات النادي الاهلي والزمالك عمل علامه ذبح كده لجمهور النادي الاهلي، وللاسف الشديد يعني كل واحد بياخده الغرور وقت ما هو واقف على رجليه وبيلعب، لكن بعد كده بيتعلم الادب بيعرف غلطته يعني. هو حسن مصطفى اتكلم وقال ان هو ندمان انه تصرف، التصرف ده كان لازم يبقى عنده هدوء اكثر من ذلك، وقال لك ان اللي عمله يعني كان ممكن، كان لازم اعمل زي ما عمل مروان محسن بعد الهجوم الكاسح عليه، الراجل طلع بكل هدوء وقال انه بيعتذر حتى للي والده زعله او
فمثال سيء التصرف اللي عمله حسن مصطفى، ومثال رائع اللي عمله الكابتن مروان محسن. محمد عماره، محمد عماره من الناس، اولا محمد عماره مش ابن من ابناء النادي الاهلي. محمد عماره جاي من نادي بلديه المحله، ولعب في نادي الاهلي شويه وبعد كده راح طالع على المانيا. محمد عماره شايف او حاسس كانه هو يملك النادي الاهلي. ده انت كده بقى محمد عماره لو قعدت زي ما مصطفى يونس قعد، ده انت كنت مرمطتنا يا راجل. يعني مصطفى يونس قاعد وعمال يذل فينا، وانت ليه جيت كام سنه لعبت في النادي الاهلي وبهدلتنا، عمال تتكلم عن الخطيب ومجلس الاداره والبيبو وخالد بيبو وابنك ومش ابنك. بيقول الحال اتغير في النادي الاهلي. شوف الفرق. يعني هو ليه بيقول لك الحال اتغير في النادي الاهلي؟ قال لك الشيء اللي فات الشهر اللي فات بالتحديد، وانا داخل النادي الاهلي طلب مني الكارنيه 3 مرات وانا داخل النادي، وده ما كانش بيحصل قبل كده، وفي ال3 مرات ما طلعتش الكارنيه ومشيت. طبعا فتوانة. ممكن يا اخي انت لعبت فتره معينه، الراجل اللي شغال امن في النادي الاهلي ما يعرفكش، ممكن بيسال الكارنيه انت مين وبتاع، فقال لك لا سبته ومشي. طب لك انت تخيل يا محمد، المفروض وده مزعل طبعا محمد عماره، وازاي وانا وانت واقف معايا لك انت تخيل بقى لو الكلام اللي بتقوله ده بتقوله مثلا وانت كنت بتلعب في نادي الزمالك، كان ممكن يتعلق لك الفلكه على باب الله. ادخل منك وابناء نادي الزمالك اتمنعوا، يعني احمد سليمان اتمنع، طارق السيد اتمنع، هشام يكن اللي عمل تاريخ اكتر اتمنع. فسيادتك زعلان عشان اتسالت الكارنيه 3 مرات؟ فانتوا انا مش فاهم، انتوا المفروض تروحوا بعثه سنتين لنادي الزمالك تعرفوا قيمه النادي الاهلي. اللي يعرف ما يعرفش قيمه ابوه الا اللي جرب مرات ابوه يا محمد يا عمار. بالنسبه برضه للتلفزيون المصري بقى حاجه غريبه، يعني يقول لك قناه النيل للرياضه كانت بتعرض مباراه للنادي الاهلي والزمالك سنه 84، كان في المباراه انتهت بفوز نادي الزمالك بالعافيه يعني 1-0، والى جانب ان المباراه تم الغاء هدف صحيح للكابتن ربيع ياسين في هذه المباراه. فاتذاعت المباراه على النيل للرياضه وحاسفين منها، يعني مش جايبين الهدف، وقال لك الحكم حذفوا الهدف بتاع ربيع ياسين علشان يقنعوا الناس والاجيال اللي جايه ان النادي الاهلي ملوش حقوق ولا. طب انتوا عايشين دلوقتي زملكاويه على هدف حسن شحاته، طب ما تجيبوا لنا الهدف ده والناس اللي تحكم. فبقى شيء صعب يعني، وزير رئيس وزراء زملكاوي، وزير رياضه زملكاوي، عمرو الجنايني زملكاوي، التلفزيون كل حاجه فيه، اعلام المصريين ملاك قناه نادي الزمالك، بقى شيء يعني النادي الاهلي. ويرجع حد يقول لك النادي الاهلي عنده شعور الناس اللي عايشه الوهم، يقول لك الناس يعني كان جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي في مؤامره عليه او في حرب عليه، يقول لك حرب مين يقدر يحارب النادي الاهلي؟ ما هو في اكتر من كده، ده حرب عن ضرب الجزاء اللي هنا ما بتتحس علني يا راجل. رئيس النادي الاهلي بيبهدل، سمعت يا عم عفيفي رئيس النادي الاهلي ومرتضى منصور تقول لي مين اللي بيحارب؟ يا اخي شكرا على حسن متابعه حضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.